صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة بأنها امرأة هاجرت مع زوجها إلى بلاد الكفار منذ 5 سنوات، والآن ترك الزوج الصلاة والصوم. تقول أحسن الله عليكم، امرأة هاجرت مع زوجها إلى بلاد الكفار منذ 5 سنوات، والآن قد ترك زوجها الصلاة والصوم، ويقول هذه الأشياء ليست من ديني. والسؤال، هل يجوز أن تفارق هذا الزوج؟ وإذا فعلت ذلك فهل يجوز؟ هو يجب عليها، ليست زوجة له. إذا ترك الصلاة متعمدا والصيام وأعظم من ذلك يقول ما هو هذا من ديني، هذا جحود والعياذ بالله، فهذا كافر ولا تبقى معه. إذا كان لها ولي تخاطبه يذهب ويأتي بها ولا تبقى مع هذا الكافر. نعم.